السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف شاومي مي اي 3 اصدار الاندرويد 10. في البداية بنختار اللغة وبنسجل شبكة واي فاي. بنضغط على أي مكان مخصص للكتابة علشان تظهر لنا لوحة المفاتيح الظهرية. جنب زر المسافة في لوحة المفاتيح الظهرية بنلاقي رمز الكورة، بنضغط عليها ضغطة مطولة. وبعدين بنختار إعدادات اللغة، إضافة لوحة مفاتيح. بننزل تحت شوية بنلاقي لغات، وقصاد منها على طول زي نظام رمز السهم. بنضغط على أي لغة من اللي قصادها رمز السهم. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبنختار مساعدة وتعليقات. بندخل على لمحة عن ميزة الوصول عبر مفتاح التحويل لأجهزة الأندرويد. بنشغل الفيديو اللي في الصفحة، بنضغط على اسم الفيديو، بيدخلنا على اليوتيوب. بنقفل الفيديو اللي شغال على اليوتيوب دلوقتي. أعلى يسار الشاشة بنلاقي أيقونة الحساب بنضغط عليها. الإعدادات About، بنود خدمة يوتيوب، القبول والمتابعة، التالي، لا شكرا. بيفتح لنا متصفح كروم. في مربع البحث فوق بنكتب VN Room زي ما مكتوبة قدامنا على شاشة الفيديو. بندخل أول نتيجة بحث. الصفحة اللي قدامنا فيها التطبيقات اللي من خلالها نتمكن لتخطي حساب جوجل للجهاز بكل سهولة. بنضغط على تطبيق FRBVN ROM علشان نحمله. حسنا، وبعدين بنضغط على تطبيق Setting. حسنا، أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبندخل على الملفات التي تم تنزيلها. بنستنى لحد ما تطبيق FRBVN ROM يكمل تحميل. بعد تحميل التطبيق بنضغط عليه علشان نثبته. الإعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر. بنرجع خطوة للخلف، تثبيت. تم، بنثبت تطبيق سيتنج، تثبيت. فتح. حسنا، تفتح لنا الصفحة الرئيسية للإعدادات. بننزل تحت شوية وبندخل على الأمان، تطبيقات مشرف الجهاز. بندخل على مشرف جهاز أندرويد وبنضغط على تفعيل هذا التطبيق، متابعة. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات. بندخل على التطبيقات، عرض كل التطبيقات. بندور على تطبيق خدمات جوجل بلاي، بندخل عليه. بنضغط على إيقاف، إيقاف التطبيق. بنرجع خطوة للخلف، وبعدين بندور على تطبيق كروم، بنعمل له إيقاف. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية. بندخل على حسابات، إضافة حساب. بنختار جوجل. حسنا، في الصفحة ديت بنسجل دخول لحساب جوجل. لو ما معناش حساب نقدر نعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين نرجع للصفحة ديت ونسجل دخول بنفس الحساب. بعد كتابة البيانات بنضغط التالي، أوافق. بعد إضافة الحساب بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية.
بندخل على التطبيقات، كل التطبيقات، أعلى منتصف الشاشة بنلاقي كلمة جميع التطبيقات بنضغط عليها، وبعدين بنضغط على التطبيقات غير المفعلة، بندخل على خدمات جوجل بلاي، بنضغط على تفعيل وبنرجع خطوة للخلف، بنضغط على كروم بنعمله تفعيل، وبعدين بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على تخطي، عدم النسخ، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب الأول بنجاح، بنضغط التالية. قبول، التخطي، التخطي، التالي، لا شكرا، تم. تم تخطي حساب جوجل للجهاز بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي احنا نزلناها وثبتناها من على الإنترنت ما تعملناش أي مشاكل أثناء استخدام الجهاز. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات الجهاز بعدها مش بيطلب مننا حساب جوجل. بندخل على الضبط، بننزل تحت خالص وبندخل على النظام، إعدادات متقدمة، خيارات إعادة الضبط، مسح جميع البيانات، محو جميع البيانات، وبعدين بنضغط عليها مرة تانية. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار شاومي من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، بنضغط البدء، التخطي، الإعداد بلا اتصال بالإنترنت، متابعة، التالية، قبول، التخطي، التخطي، تم. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.